هي دي الست المصرية؟ ما اظنش. لا ده شكل يديد في الطبق مقرف، فقير وهي غنية. اهلا بيكم يا جماعة، حلقة النهاردة مهمة جدا لكل شاب ولكل بنت مقبلة على الزواج، وياريت تسمعوني كويس اوي. الشاب اللي بينبهر ببنت جميلة وما بيبصش لأهلها ولا لمستواها، يعني قصة النهاردة فيها درس جميل جدا. البنت من مستوى كده، الولد من مستوى كده، يعني البنت مستوى 5 نجوم، الولد 3 نجوم، يعني في فرق. البنت هي اللي هتبقى فوق، الولد هو اللي هيبقى تحت. المفترض ان الولد بيكون هو اللي فوق والبنت اللي تحت علشان حتى يقدر يقود السفينة، لان الشاب اذا حس ان هو اقل من زوجته مش هيعرف يكون صاحب قرار، مش هيعرف يقول لمراته شمال شمال لمين لمين، بالعكس هي اللي دايما هتبص له بصة الانفة، بصة انا اللي في انت في انت مين، ده انا اللي وافقت ان انا اتجوزك، ده انا نزلت، انا بنت فلان الفلاني اللي ابويا فلان الفلاني اللي اخويا فلان الفلاني رضينا ان احنا نتجوزك، انت ابن فلان الفلاني اللي اخوك فلان الفلاني، انت مين؟ فبالتالي الشاب هيفضل طول عمره مكسور. قصة ريهام وسعيد قصة مهمة جدا. ريهام 32 سنة وسعيد 35 سنة، الاتنين حبوا بعضيهم حب غير عادي، عادي مفيش مشكلة، الحب عاطفة جميلة جدا، بس المشكلة ان البنت كانت هي الشياكة، اللبس الكلاس، اللبس اللي هو سينيه ماركة، العربية اللي بتتجدد كل سنة، النادي الاشتراكه بيعدي المليون جنيه، البنت الحياة اللي بتركب فروسية وخيل، البنت اللي عايشة حياة مرفهة تحب الصيف، ممكن تسافر الخارج وممكن تروح شرم الشيخ، هو بكتير ويوم ما بيصيف يفتح التلفزيون ويتفرج على فيلم شاطر المرح لحسن يوسف ونجات عشان يتفرج على المصيف. فبالتالي الفكرة كلها ان حياة فرق شاسع، مستوى غير المستوى، لكن الحب هي حبته. هو في الاول قال لها يا ريهام انا مش هقدر اعيشك في العيشة اللي انت عايشاه. قالت الحب يكسر كل الحواجز. قال لها مش هقدر اخدك ونصيف، مش هقدر اخدك ونروح النادي اعيشك ولا ادفع لك اشتراك النادي، مش هقدر اوكلك في فنادق اوكلك في مطاعم 5 نجوم، مش هقدر افسحك، مش هقدر اجيب لك سنيه ملابس، مش هقدر. قالت له انا بحبك وهتحدى العالم واهلي وهتجوزك. الشاب في حد ذاته مؤدب، الشاب في حد ذاته من اصول، الشاب في حد ذاته متعلم ومثقف وصاحب وظيفه كويسه، لكن فقير. واحد يقول لك الفقر مش عيب، الفقر مش عيب، ده كلام نقوله على شاشات التلفاز، لكن الفقر هو اكبر عيب لانه بيكسر النفس ويذل. تخيل لما تكون نفسك تاكل اكله معينه ما تقدرش، لما يكون صاحبك بيعزمك وما تقدرش ترد له العزومه، لما تكون رايح حفله ومش قادر تلبس بدله كويسه، لما تكون رايح زميلك اتجوز ومش قادر تنقطه ومش قادر تجيب له هديه، كسره نفس لما تقدرش ترد جميله، واحد جاب لك جميله في مناسبه وعنده جميله وعايز تروح تردها له ومش قادر، تبقى كسره نفسه ومذله. مين قال ان الفقر مش عيب؟ ده الفقر اكبر عيب واكبر مذله للانسان. سعيد لقى ان ريهام متمسكه بيه فراح يتقدم لاسرتها، وفوجئ ان الاسره قالوا له يا ابني احنا بنشتري راجل، فلوس ايه وكلام فاضي ايه، احنا اهم حاجه سعاده بنتنا، وبنتنا بتشكر فيك ومفيش مشكله خالص، الف مبروك يا ابني، انت مش عندك شقه؟ قال لهم عندي شقه بس مش زي اللي انتوا عايشين فيها. قالوا يا ريهام هتقدري تعيشي في الشقه دي؟ هتعيش عيش العصفور يكفينا ولقمه صغيره تشبعنا. قالها بالسلامه، الف مبروك يا حبيبتي، مفيش مشكله خالص. الناس دي مش هتفرق معاها ليه؟ هيقول لك هتتجوز، هتتعب، هتطلع، هتيجي هنجوزها يا سيد، معانا الفلوس مفيش مشكله. الناس دي مش تعبانه في حاجه، الناس دي معيشه اولادها في بغداده من العيش ورفاهيه، تتجوز وتطلع مره واثنين وثلاثه مش عيب بالنسبه لها. استمرت الزيجة، من تاني يوم بتحاول ريهام ان هي تغير من سعيد ومن عادات سعيد. طب تغير ازاي؟ فلوس؟ لا، هي عارفة ان هو فقير، بس كانت بتحاول تغير في حاجات معينة هقول لكم عليها ونشوف ايه اللي حصل. المهم مرت 6 سنين على هذه الزيجة، 6 سنين، تخيلوا 6 سنين على هذه الزيجة، رفضت ريهام ان هي تخلف منه، مش راضي. طب ليه يا ريهام؟ قالت انا بحاول اغير فيه. يعني قالت تصدقوا بيفتح التلاجة بيمسك ازازة المية بيشرب منها ما بيحطش في كوباية؟ ياه، بيعمل كده فعلا؟ اجيب له الكوباية يقول لك لا بحب اشرب من الازازة، انسان مقرف.
هي بتقول كده. طب عمل حاجه تانية يا رهام؟ تصدقوا بياكل بايديه؟ يعني مكرونه بياكل؟ لا احنا بنحط له الشوكه والسكينه بياكل بايديه ويقطع العيش ويوم كده. ده انسان مقرف. وكذا مره قلت له امسك الشوكه بايدك الشمال وامسك السكينه بايدك اليمين وقطع اللحمه وقطع كذا وكل بالشوكه، ما بيرضاش. وقلت له غلط الكلام ده، انت لازم تغير نفسك. قال لها انت اتجوزتيني على كده وانت عارفاني كده وبالتالي انا مش هتغير. قالت عشت 6 سنين على امل ان انا اقدر اغيره، عمري ما كنت افكر اخلف من واحد بالشكل ده. ايوه بس انت بتقولي ده اكل ايه بالشوكه؟ الاكل ده حريه شخصيه، خليه كلب ايديه. لا ده شكل ايديه في الطبق مقرف، ده بيسد نفسي على الاكل. طب ما ياكل زي ما خليه ربنا. تصدقوا انه في البيت ما بيستحماش غير مره في الاسبوع؟ تصدقوا انه هو ما بيغيرش هدومه غير من الاسبوع للاسبوع؟ تصدقوا ان ريحته عمره ما فكر يجيب ازازه برفان؟ تصدقوا انه عمره ما حاول يغسل اسنانه غير لما يكون رايح شغل او رايح مقابله؟ عمره ما نام وغسل رجليه؟ عمره ما غسل اسنانه قبل ما ينام؟ الحاجات دي ما بيعملهاش غير لما يكون عنده شغل تاني يوم. طب ايه اللي فجر الموضوع يا رهام؟ قالت اللي فجر الموضوع ان بابا وماما عزمونا عندهم على الغدا، وكانت اختي وجوزها هناك واخويا ومراته هناك، وكانت حفله كبيره جدا وترابيزه السفره عندنا بتشيل 12 او 14 شخص. طب يا حبيبتي ايه المشكله؟ قالت عندنا 2 خدامين، واحد سفراجي وواحد طباخ بيحطوا الاكل قدامنا. طب يا رهام كويس، ربنا يزود الخير، ايه المشكله؟ قالت المشكله اول ما بداوا الاكل لقيت جوزي كل واحده ماسكه السكينه والشوكه والشوكه والسكينه وقاعدين ياكلوا، الا جوزي بيقطع العيش بايده بيمد ايده، فكلهم ابتدوا يبصوا له. فانا قلت فرصه احرجه قدام اهلي علشان يبطل يعمل الحكايه دي، فقلت اجرحه قدام بابا وماما وقدام اخويا ومراته وقدام اختي وجوزها عشان ما يعملش كده تاني. فقلت له يا سعيد انا مش قلت لك كل زي الناس؟ ايه هو بتاكل بايديك كده ليه؟ مفيش حد بيعمل كده. امسك السكينه بايدك الشمال زي ما علمتك، وامسك المعلقه بايدك، وامسك الشوكه بالشمال والسكينه باليمين، وكل زي ما خليها ربنا. ايه شغل الفلاحين ده؟ انسى اصلك بقى ده. تخيلوا واحد مراته قدام اهلها وجواز اخواتها بنات واولاد بتقول له انسى شغل اللي انت طالع منه ده، وانسى شغل اهلك المتكلفين دول، وعيش حياتنا احنا بقى وتنجر. تخيلوا اي واحد منكم لو في الموقف ده ومراته قالت له الكلمتين دول قدام ابوها وامها واخوها ومراته واخته واختها وجوزها. طبعا راح رد عليها وقال لها هو بالاكل والشرب؟ يا مناس كان بياكلوا بالشوكه والسكينه وهم اصلا حراميه ولصوص. قالت له انت بتقصد اهلي؟ قال لها انا بقول لك مش حكايه الاهل، الاكل والشرب ده حاجه شخصيه للانسان. قالت له لا انت انسان مقرف، وانا بقولها قدام بابي ومامي اهو، انت انسان مقرف. قال لها طب انت سبتي بابك ومامك ليه ووافقتي تتجوزي من واحد من اسره متدنيه ومن اسره فقيره؟ قالت له غلطتي. قال لها غلطتك اشربيها وانا اوعى ترجعي البيت. وفعلا ساب السفره ومشي. في كتير هيقول ان هو كان عنده حق، وفي كتير كان قال لك كان لازم يضربها ويرد عليها، لكن هو انسحب وساب الموضوع. هي تقدمت بقى لمحكمه بمحكمه الاسره بطلب الخلع، وكانت مبررها ان زوجي بنفسي انا هقول لكم الكلمه اللي قالت، زوجي مقرف وبياكل بايده وفضحني قدام اهلي. ادي الكلام اللي هي بتقوله. وقفت قدام القاضي كده، سعيد وقف قدام القاضي وقال له انا باكل بايدي وانا مش مهندم في لبسي وانا ما بغسلش اسناني غير لما يكون عندي شغل وانا ما بستحماش غير مره في الاسبوع وما بغيرش القميص والبنطلون غير كل اسبوع مره، انا شخصيتي كده ومش هتغير عشان خاطر مراتي رهام، وعلى فكره يا سياده القاضي مش هطلق وهسيبها زي بيت الوقف عشان اكسر كبريائها وغرورها عشان عايزه تذلني ان هي فوق وانا تحت، انا ما غصبتش عليها وقلت لها اتجوزيني ولا جبرتها ان هي تتجوز واحد فقير وهي من اسره غنيه واسره عاليه، انا ما غلطتش يا سياده القاضي في حاجه، انا فقير وهي غنيه وهي متجوزاني وعارفه اصلي وفصلي، وانا قلت هي هتراعي حاجه زي كده مش هتذلني وتهني قدام اهلها وتقول لي انسى اصلك اللي انت جاي منه وعيش في الايام دي زي ما احنا عايشين، انا مش هاكل بشوكه وسكينه ومش هاكل غير بايديا. الزوجه بصت لزوجها من فوق لتحت قالت له فعلا انت انسان بيئه وانا غلطت اني اتجوزتك. تخيل الزوجه لما تقول لزوجها كده في المحكمه، متوقعين ايه؟ طبعا الزوج انتظر لغايه ما المحكمه، طبعا بيبقى فيه عده جلسات علشان
تداول يمكن الزوجين يقعدوا مع بعض ويقدروا يصفوا الخلافات. يعني المحكمة ما بتحكمش على طول، لكن الزوج انتظر زوجته خارج المحكمة وقال لها أنا بيها، أنا محدش يقول لي بيها، وراح ضربها علقة محترمة قدام محكمة الأسرة. طبعا الزوج غلط، مفيش زوج محترم يمد ايده على مراته، ومفيش زوج يوافق ان هو يعيش مع ست هي مش عايزاها. يعني كان المفترض ان هو يقول لها انت مدام وصلنا للمرحلة دي وانت رفضتي اصلا، لان حتى بتقولك اثناء المعاشرة انا كنت بمقرفانة منه، يعني وصلت ان هي مرضتش تخلف منه لان هي حاسة ان هو انسان زي ما قالت كده زوجي مقرف وبياكل بايده وفضحني قدام اهلي، يعني شافها ان هو انسان ما يلقش ان هي تخلف من هذا الحيوان من وجهة نظرها لانه مجرف. طب حد كان ضربك على ايدك يا رهام واتجوزتيه بالعافية؟ ده انت تحديت العالم واتجوزتيه، جاية دلوقتي تقولي انسان مقرف؟ هي دي الست المصرية؟ ما ظنش. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.